مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن ثلاثة أسهم أمريكية تستحق المراقبة. هبدأ بسهم AIG، سهم صاعد، ثم سهم آخر عرضي، ثم سهم آخر هابط. تعالوا نشوف ليه AIG American International Group، طبعا هي شركة تأمين متعدد، ليه تستحق المراقبة. طبعا ده رسم بياني شهري، أنا هبدأ من الشهري ثم الأسبوعي ثم اليومي. هنلاحظ إيه؟ إنه على الإطار الزمني الشهري أصبح صاعد، تحول من عرضي إلى صاعد، فهنرسم خط الاتجاه الصاعد الخاص بالرؤية طويلة الأجل الشهرية. طبعا اللون هيكون أحمر في دلالة على طول الأجل والإطار الزمني الخاص بهذا الاتجاه الصاعد العملاق. أكتر حاجة متعبة في الاتجاهات الصاعدة إنك لما بتيجي تشتري نفسيا بتقول لنفسك يا ترى هيروح لفين أكتر من كده، وما بتبقاش مصدق ولا مرتاح إنك بتشتري بالغالي. هحاول أبسط نوعا ما الرسم البياني قدر المستطاع علشان الخطوط ما تبقاش أزيد من اللازم بشكل فيه تعقيد. هذا هو الاتجاه الصاعد المتواجد في سهم American International Group. إذن البيئة إيجابية والهيكل العام إيجابي. ننتقل للرسم البياني الأسبوعي. بما أننا حددنا الاستراتيجية أصبحت شرائية خلاص، نشوف بقى الرسم البياني الأسبوعي. طبعا واضح جدا على الرسم البياني الأسبوعي أن كان في تحرك أفقي طويل. هذا التحرك الأفقي كان ما بين الدعم تقريبا عند 71 مثلا والمقاومة حول تقريبا 80. هذا التحرك الأفقي أخذ شهور. شوف أنت تحت الشهور التي استهلكها سهم امريكان انترناشونال جروب كل الشهور دي في الاتجاه العرضي ما بين 71 و80، يعني في حوالي 9 دولار. مؤخرا كما نلاحظ تمكن من كسر المقاومة لأعلى عند ال 80 واحترمها كدعم، وإن كان بسبب التعريفات الجمركية حصل ذبذبة عنيفة أهي، لكن احترمها كدعم. هندخل في التفاصيل. تعالوا نرسم مع بعض المقاومة التي تحولت إلى دعم. طيب ثم الدعم الأصلي الخاص بالاتجاه العرضي. طبعا كان في ذبذبة عنيفة في كثير من الأوقات، لكن اللي يهمني دلوقتي ما حدث مؤخرا من قدرة السهم على تجاوز المقاومة المذكورة حول 80 وتحويلها إلى دعم. نجح في امتصاص الضغط البيعي كم مرة؟ مرتين متتاليتين في أسابيع التأكيد، هنا وهنا، ثم نجح هنا وهنا. طب ده معناه إن AIG إيجابي بحكم الاتجاه طويل الأجل الشهري، وإيجابي بحكم الثبات فوق 80 دولار وتحويلها إلى دعم. ننتقل للرسم البياني اليومي. نلاحظ إن على الرسم البياني اليومي عندنا مشاكل قصيرة الأجل، أهمها الفجوة السعرية هنا وحد الشمعة البيعية العلوي هنا، فالمناطق دي ستشكل مقاومة ولقد كانت مقاومة أهي عند 84. كل مرة السهم يحاول يتجاوز تلك المقاومة يفشل. 1 2 3 4. إذن لا يتبقى لسهم American International Group إلا أن يتمكن من كسر 84 لأعلى لكي يتحرر من الضغوط البيعية على الإطار الزمني القصير، ويبدأ يستأنف الرؤية الإيجابية المتوسطة وطويلة الأجل التي رأيناها على الرسم البياني الأسبوعي والرسم البياني الشهري من أجل تحقيق مستهدفات عليا أبعد. لا يتبقى له إلا كسر 84 دولار للأعلى، طبعا بإغلاق 3 أيام متتالية، يوم الكسر ويومين تأكيد. يوم الكسر نفسه محتاجين فوليوم، أيام التأكيد مش محتاجين فوليوم. صمام الأمان وقتها طبيعي وبديهي ومنطقي في أي تداول ورقي في مراكز افتراضية مفتوحة، طبيعي يبقى تحت تقريبا خلينا نقول 79 مبدئيا. طبعا
كسر ذلك المستوى الأسفل محتاج إغلاق 5 أيام متتالية، نظرا لأنه دعم أسبوعي وليس دعما يوميا. على فين بقى المستهدفات؟ تعالوا بس نرسم المقاومة التي ذكرناها الأول، مقاومة يومية طويلة قصيرة الأجل عند ال 84. ناوي السهم يروح لفين؟ طبيعي يروح لخط القناة الصاعد، خط القناة الصاعد الشهري اللي رسمناه مع بعض حول ال 94، وبمرور الوقت بيصعد أهو. فممكن كلما تأخرت رحلة الصعود والانطلاق لأعلى في سهم اي اي جي، كلما كانت ال 100 دولار مستهدفة أسهل. بمعنى إيه بقى؟ إزاي التأخير يبقى بفايدة؟ الصعود مبكرا وسريعا سيرتطم بخط القناة حول 94، لكن لو كان الصعود متأخر قليلا هيبقى المستهدف ما بين ال 98 وال 100. هذا او ذاك، احنا عنينا على كام؟ على 84. نوجه الخطاب شويه لمن يمتلك مراكز افتراضيه في اي اي جي، ان صمام الامان ممكن يبقى تحت ال 79 كما ذكرنا في السابق. المتاجره الافتراضيه والتداول الورقي ليس بمجرد وصول السهم لمناطق دعم، محتاجين فلاتر ومحتاجين صبر ومحتاجين حجم تداول، مجموعة من الشروط ذكرناها. طيب ماذا لو قام السهم باختبار التمانين؟ أيضا يستحق المراقبة، عساه أن يعطي أنماط من الشموع الانعكاسية الأسبوعية حول ذلك المستوى، ويبقى جمعنا بين الحسنيين، سعر رخيص وهيكل عام قوي. دعونا نراقب سهم AIG كسر 84 واختبار 79. ننتقل لسهم آخر بتكوين آخر عرضي عملاق إلى حد مذهل، ألا وهو سهم نوفافاكس. فين الاتجاه العرضي؟ ما هو اتجاه هابط اهو. لا، ننقل للرسم البياني الشهري زي ما بدأنا في نوفا في اي اي جي اهو. اتجاه عرضي عملاق مهول ما بين الدعم عند 23 ونوعا ما مقاومة عند 164 وأحيانا 312، جنان رسمي. احنا دلوقتي عند مناطق تقريبا 7.25 تقريبا، احنا الإغلاقات تقريبا عند 7.25. أيوة. طيب عايزين ايه بقى؟ بالرغم من ان نوفا فاكس بيتحرك الآن تحت نطاق الدعم الشهري الخاص بالاتجاه العرضي العملاق الذي ذكرناه، إلا أن هذا الدعم المنكسر يشكل مستهدف لأي ارتداد لأعلى، صح ولا لا؟ لأنه سيتحول من الجهة السفلية إلى مقاومة، هذه المقاومة هي مستهدفنا عند كام؟ 23 77 سنت، خلينا نقول مجازا 24، هتقسم ال 24 على السبعة، شوف بقى كم ضعف. يعني لما تقسم ال 24 على 7 يساوي 3.5، يعني احنا بنتكلم في مكسب افتراضي اذا ما تم تداول ورقي تقريبا 300% او اكثر. تعالوا نشوف التفاصيل اكثر. خط الدعم الخاص بالدعم الاسبوعي الاخير ده مهم جدا ولازم يبقى بسمك 4. ليه؟ لان من هنا بدأ الانطلاق لاعلى زي ما حضراتكم شايفين على الرسم البياني الشهري، شمعة ذات سيطرة شرائية مهولة وحجم تداول اكثر من ممتاز. كل الضغط البيعي الذي حدث في الشهور التالية جاء باحجام تداول منخفضة ولم يتجاوز المنطقة الأساسية لانطلاق المشتري، بمعنى كل هذا يصنف تصحيحا. طيب نرسم هذا الدعم ونخلي لونه أحمر بما إن احنا بنتكلم عن الرسم البياني الشهري، وننتقل للرسم البياني الأسبوعي لكي نرى معالم ذلك التصحيح. تعالوا مع بعض نمسح الخطوط القديمة علشان نشوف الخطوط الحديثة. احنا عايزين نعرف معايير هذا التصحيح ومتى ينتهي هذا التصحيح الهابط. نرسم خط اتجاه هابط يعبر عن تلك الموجة الهابطة في سهم نوفا فاكس على الرسم البياني الأسبوعي. طبعا لأول وهلة خلاص لاحظنا ان الخط ده انكسر. طيب خط القناة الموازي مش مهم قوي لكن نرسمه استرشادي. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان خط الاتجاه الهابط انكسر، يعني الهبوط التصحيحي على الرسم البياني الأسبوعي انتهى وبحجم تداول عالي جدا. هتقولي بس اللون أسود، ما هو أسود لأن كان فيه
تعالوا ندخل في تفاصيل اكتر. اسود ليه؟ لانك لو ركزت هتلاقي في فجوه سعريه، والافتتاح الاسبوعي كان هنا لكن اغلق هنا، فهو مجازا الرسم البياني معتبرها شمعه اسبوعيه هابطه، فطبيعي لون حجم التداول فيها يكون اسود، وطبيعه الشمعه تكون سوداء، لكن هي في المجمل شمعه ايجابيه للغايه، لان هي شمعه الكسر الاعلى بفجوه سعريه صاعده وبحجم تداول اكثر من ممتاز. وبالتالي تصحيح نوفافاكس حتى وان تم وواصل الهبوط فهيستخدم الخط الهابط المنكسر لاعلى، سيستخدمه كدعم، ويبقى حظنا كويس قوي لو ذهب لمنطقة التلاقي حول 3.5 دولار، وهي الدعم الشهري الهام، فيصبح دعما مزدوجا يرشح السهم للانطلاق لأعلى نحو المقاومة الشهرية التي ذكرناها. طبعا علشان السهم يروح للمناطق دي محتاج خبر، محتاج معلومة، يا ربي حتى لو محتاج إشاعة، أي حاجة تحركه كل ذلك المقدار، ولقد فعلها نوفافاكس في السابق كتير. وانا ما بطمعش المقاومات شهريه بعيده، ده انا اطمع واطمح لاقرب واول مقاومه شهريه تقابل السهم، الا وهي 23. وبالتالي تصحيح نوفافاكس للاسفل يستحق المراقبه، مراقبه حول 7، 6، 5، 4، 3، كل دي مستويات يستحق عندها المراقبه. طبعا طبيعة السهم مضاربية عنيفة. ننتقل للرسم البياني اليومي علشان نقول ماذا لو لم يصحح السهم وانطلق لأعلى. هنا بقى عندنا مقاومة يومية قصيرة الأجل حول 8.5 دولار، كسرها لأعلى معناها إن السهم تحرر من كافة الضغوط البيعية على الرسم البياني اليومي وبدأ رحلة الانطلاق. طب ماذا لو أردت الدخول الافتراضي في تداول ورقي الآن؟ أوكي، تراعي بس أنك تقسم الكميات الافتراضية، 1% من الكاش الافتراضي قبل الكسر، و1% أخرى تؤجل لما بعد الكسر، وصمام الأمان عند 6 دولار بالنسبة لمن يخاطر في تداول ورقي مبكرا قبل الكسر الخاص بال8.5 دولار، واكتفى بالكسر الخاص بخط الاتجاه الهابط. صمام الأمان للمراكز الافتراضية المفتوحة طبعا عند 6، كسرها لأسفل يبقى ضعف مع تخفيف، بينما كسر 5.5 لأسفل يعني خطر مع تخارج من تلك المراكز الافتراضية المفتوحة. كده اتكلمنا عن سهمين، سهم صاعد وسهم عرضي ننتظر انتهاء الموجة الهابطة منه. نتحدث عن سهم ثالث هابط، ألا وهو سهم UBS. UBS نبدأ بالرسم البياني الشهري، هابط، بس هو لفت نظري ليه؟ يعني ما في أسهم هابطة كتير، إنه اقترب كثيرا من مناطق دعم شهري هامة للغاية حول 87 دولار، وده إيه بعد ما كسر دعما شهريا آخر حول 126 دولار. فالكسر السابق لهذا الدعم ووصوله سريعا على مقربة من الدعم الشهري الآخر جعله يستحق المراقبة، عساه أن يبدأ في الارتداد مع تحسن السوق لأعلى. أنا عايز إيه؟ مش طمعان في اتجاه صاعد قوي، مش طمعان إلا في استهداف أقرب مقاومة شهرية كمستهدف، يعني يطلع من 87 ل 126. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض، نبدأ بمسح الخطوط القديمة اللي رسمناها مع بعض زمان علشان نبسط الرؤية ونحدث الرؤية. الاتجاه الهابط الشهري محتاجين نرسمه، هنربط بين القمم الهابطة، طبعا بما انه شهري لازم لونه يكون احمر علشان ما ننساش لما ننتقل لإطارات زمنية اخرى. طيب هكذا عرفنا ان الاستراتيجية عموما بيعية في هذا السهم الى ان يجد جديد. احنا بقى هنراقب 87 علشان نرى ونتابع الجديد، عساه ان يكرر نفس الانطلاقة الطيبة التي حدثت في السابق، بس انا بقى مش طمعان في كل ده، انا بس عايز 126 ثم لكل مقام مقال. طيب ننتقل للرسم البياني الاسبوعي، هنلاقي ان احنا ايضا في موجة هابطة، نرسم معايير هذه الموجة الهابطة اهي، بس لونها هيكون أزرق لأن
رسمينها على الرسم البياني الاسبوعي. نلاحظ ايه بقى؟ ان من شدة ضعف السهم كاسر خط القناة لأسفل. طيب يستحق المراقبة؟ طبعا، لأن هذا الكسر معناه ضعف شديد، يبقى إن شاء الله لما يحترم الدعم الشهري ويرجع فوق هذا الخط معناها بداية ارتداد ولو تصحيحي. خلي بالك المخاطرة في هذا السهم مرتفعة للغاية، ليه؟ لأن أنا بدور على فرصة شرائية ضد الاتجاه العام. كمثال للبحث عن فرص في السوق، ضربنا مثال صاعد زي امريكان انترناشونال جروب اي اي جي، وضربنا مثال عرضي عملاق زي نوفا فاكس، ومثال هابط زي يو بي اس. تعالوا نشوف على الرسم البياني اليومي معالم الثبات. طبعا للاسف على الرسم البياني اليومي طبعا واضح ان لسه ما فيش ثبات، هبوط وتحرك افقي، اظن ممكن يبقى فيه هبوط. تعالوا نرسم الدعوم والمقاومات اليومية. ادي اول دعم يومي حول 92، واهم مقاومة يومية حول مناطق المئة. فانا كده الاحظ ايه؟ الاحظ ان السهم بيتحرك افقيا فيما بين ال 92 وال100 دولار، ولاحظ برضو ان المقاومة اليومية قصيرة الاجل بتتلاقى مع خط القناة الهابط المكسور، يبقى كده يو بي اس محتاج يتجاوز هذه المناطق لأعلى حول 100 من اجل التحرر من الضغوط البيعية. يبقى انا براقب يو بي اس يكسر 100، هي مقاومة سيكولوجية ومقاومة يومية قصيرة الاجل، ويجري عندها خط القناة الهابط، دي مقاومة ثلاثية وليست مزدوجة، مقاومة عنيفة. تجاوزها للأعلى غالبا هيكون بحجم تداول عالي إن شاء الله، ونراقب الثبات فوق منها يومين ثلاثة، ولشيء من الحرص أسبوع كامل. افتتاح يوم الاثنين الذي يليه أو الأسبوع اللي بعديه يسمح بوضع خطة للتداول الافتراضي في متاجرة ورقية. يستهدف كام؟ 120، معنا لحد 126 التي ذكرناها. صمام الأمان خلينا نقول وقتها هيبقى 92.5، لكن ممكن تكوين قمم او قعان تحت المقاومة يسمح بصمام امان افضل. الكاش الافتراضي 1%، اننا نسبح ضد تيار عام هابط قوي عنيف في سهم يو بي اس، والى ذلك الحين فالسهم يستحق المراقبة، لانه ممكن ينزل يختبر مناطق 87 دولار. اختبار تلك المناطق ممكن يكون هنا نمط سعري او شموع يابانية او حجم تداول استثنائي، اي معطيات جعلنا نكسب ونغنم بالحسنيين، جودة التكوين ورخص السعر. خلونا نراقب يو بي اس مع نوفا فاكس و اي اي جي. وكالمعتاد باب الاشتراكات مفتوح في كورس بي سي اي على رقم واتساب المبين امام حضراتكم على الشاشة. للتعاون التجاري البريد الالكتروني موضح امامكم. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.